والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين إلى مقام القائد سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف وحفظه الله ورعاه، وإلى السيد رئيس جمهورية إيران الإسلامية السيد حسن روحاني، وإلى الشعب الإيراني الشقيق، وإلى الرجل القوي والمجاهد الكبير السيد قاسم سليماني بألف تحية شكر وتقدير باسمي وباسم الجالية البحرانية في مشهد. نحن هنا نشارككم الفرحة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة في هذا العيد المجيد 22 بهمن، والانتصارات الأخيرة على الدواعش في سوريا والعراق، كما إننا نشكركم على مواقفكم ودعمكم ومساندتكم إلى كل الشعوب المستضعفة في فلسطين واليمن والبحرين ولبنان وسوريا والعراق وجميع البلدان الإسلامية. وأقول لكم تسلم أيديكم وحفظكم الله ورعاكم، ونسأل الله أن يطيل في أعماركم ويحفظكم ويسدد خطاكم، ودمتم بعين الله محروسين. ونسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذا البلد المقاوم والشعب المقاوم وعلى هذا الشعب الكريم، إنه سميع مجيد. باسمي وباسم الجالية البحرانية في مشهد، معاكم والد الشهيد محمود مكي أبو تاكي من البحرين.